فضيلة الشيخ صالح، حديث في آخر الزمان تكون سنتكم كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم، ما صحته؟ نعم، الحديث صحيح ومعروف، تقارب الزمان، تقارب الزمان في آخر الوقت، حتى يكون الأسبوع كاليوم ويكون الشهر كالأسبوع ويتقارب الزمان. إما والله أعلم أن هذا لانشغال الناس، تمر عليهم الأيام وهم مشغولون ألا يدرون عنها، وإما أن الزمان نفسه يتقارب ويتقاصر، الله أعلم. نعم.